بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان يواكيل لحذن يتطبات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. وحبابي هاي وكساب سنيا هاي عشركو فضل البكاء وهنت فضلك إليه ذا هي قيمة كتيرة من خشية الله إليه عبسي درت للأويه يو شوقا إليه كالقعل إله اللوق ودرت للأويه عبسي آد إلهي سبحانه وتعالى كعب سنة عذاب كيسي عقاب تسنة واللؤوية شعائل آد إلهي شعائشة سبحانه وتعالى يخيرك فرحت كفر حيسنة واللؤوية المدى مركة كتما دا إلهي سبحانه وتعالى درتي دينكيس فضلها يقيمها الشرعة كل هذا هاي بوبابي هاي. قال الله تعالى ألا وين وحجري ويخرون ويهوب تندتك إلهي إيمانك يا علمك السيئي دتك إيمانك يا علمك عليه يا الله وحوي هاي قراني وحو قد قراني وحي كم بضان يهيني وحو رب كم بضان يهي قراني ويخرون وهوبتان وأدعان للأذقان لفقريتك وحمرك سجودي أما أوفر رصد قيبتا دقالك أي لفقريت داسا أقوه رين يرولك وحيقا هيا كدبا وچك لديك أي ويخرون وهوبتان للأذقان لفقريتك وچ وچ بيوهوبتان ويزيد يبكون أيقو أوي يقول أوي يو إلهي سبحانه وتعالى تعالي تعالي نؤوي أما عبسي ربك عبسنا يا أنبي هوبتان وسجودان ويزيدهم وأكرديا قرآن كم مقل كسيه دقيسي كسيه وأكرديا خشوعا لك عبسي يرو الإسدقيت يتواضع بأكرديا قرآن كي دقيستان ومقلان أما أي أخريان لبضو حوكرنا يا خشوع. وقال تعالى رب وحيد أفمن هذا الحديث ما قرآن كان أسقى تعجبون اللي أبيسا إنكارا وتضحكون كقص ليسا استهزاء ولا تبكون إذن أين تحزنا على كشف ما فرطتم فيه. يعني إلهي وكؤيدي قال يوحي الله الملك وكؤيدي قرآن كان اللي أبو الله قنصده أفمن هذا الحديث أي أفمن هذا القرآن قرآن كان أسقى يا تعجبون قنصنا يساوي ليا بيسان ضفر يسان وتضحكون وبتقص ليسان ولي بمرك الأسود شيء أيضا قرآن كلا آخر يوم مقشان بابت كقص ليسان إذن كوكش شيء سيء ولا تبكون أيضا أوين نبأ إلا أيول الميال لدونها هي قنسي يضفرات يجسس بتقب حدين وأنتم سامدون إذن كو إلهي هالمنسن أما كبرسن أما إسلوين أما بطرانسن أنتوا والله شيء ولا تبكون تحزنا وخشية وخشوعا إن خشوع هي لك عبسي والبهار يتيران يلا لأويا لدون يي كتاب قرآن الله آخر أما الله الشيقي وحلا قون صدام الله قصلا ماءها في آيات كالليسة. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحوري قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي وحجري قال للنبي عفوا قال للنبي نبي وحجري أنا عبد الله اقرأ علي القرآن قرآن كيغض الآخري رواية حديث كولها اقرأ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علينا القرآن نبي محمد عليه الصلاة والسلام ومنبر كسارا أيا عبد الله والصحابة رحفر يكويري يغض الآخري سورة النساء سورة النساء قرآن كالشيخ سورة النساء ورواية كالعديسي اقرأ علي سورة النساء نبي كويل سورة النساء باللو ويقض الآخر. قلت وحان النبي الله يا رسول الله رسولك الله أقرأ عليك مقرآن بانك قد الآخرين إياه وعليك أنزل الصغوة أديك لقوس ودكي يعني ولي يا أبي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أصغى قرآن لقد قيسن شري أصغى لقوس ودكي أصغى مضان إنا لقد قيستو لقى حفظي وعدك سئيه قراءة ذي سلقبت الله قايبه أما الله قيبه لكن إن روحك قرآن قرآنك أخريه أو النبي قمت دقيسته حقوه الله يا أبي عبد الله ويرقى ذنبه. قال سبحانه وحيري إنه يحب وحان شعله أن أسمعه قرآنك إن أن كم مقله من غير أحد أنا لقاهي
inay muslimiintu qabteen oo bartaan oo akhriyaan oon ka dhagaystaa baan jeclahay. Riwaayo xadiidku leeyahay waxaa ku timid inii ashtahi waxaan u bogayaa oon jeclahay an asmacu min ghayri xuri faqaraatu calayhi nabiga waxaan ku dul akhriyey suurat an-nisaa baan ku dul akhriyoon bilaabay xataa ji'tu ilaa aan imid oon soo gaadhay ilaa hadii alaaya aayaddan ayada ah fa kayfa xaalku see noqon doonaa idaa ji'naa markaanu la nimaadno min kulli ummatin ummad kasta aanu ka keenno bishahiidin ku maqrata kice axad ku marakaca oo ku maqraatay kacay markaan ummad walba ka keenno oo waji'naa aan kula nimaadno bika adiga muxamed calayhi salaatu wasalaam shahiidan adoo ku marakacahaya calaa haulaa'i kuwan kada gaalada ah waa inaga soo maray fi saxiixi muslim istilaaxa iyo qaacida qur-aanka waxaa weeye calaa haulaa hadii la yidhaahdo kufaartay mushrikiintaa loo jeeda nabigu muslimiinta u maqraatay kacaa kuma maqraati kaco nabiyullahi maxamed calayhi salaatu wasalaam muslimiinta waa u marag furaa wa u maqraati kacaa laakiin gaalada wuu ku maqraati furayaa u maqraati furid iyo ku maqraati furid way kala duwan yihiin inaad ruuxa ku marakacdo iyo inaad u marakacdo ma kala duwan yihiin ereyga ma fahmaysaan idinka idinta la dad fahmi weydaa idan xadiidku wuxuu aayaddu waxay tilmaantay ummad walba oo adduunka timid xadiidkii tirmidi wuxuu inoo sheegay ummadaha adduunka soo maray 69 ummadood bay ahaayeen ummadda nebi maxamed baa lagu gebagabeeyey oo lagu gunaanaday 70 ummadood wey 70 ummadood ummad walba nabi iyo rasuul ku maqraati kacdaa la keenay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam intii beenisay buu ku maqraati kacaaya xaalku soo noqon doon waa xaal adag wey markay ambiyadu maqraati furayaan oo ilaahay weydiinayo maada aajabtum almursaliin lays odhanayo waa hawl culus oo ninka akhra garanaya iyo culayska ka jira waxaa weeye waa hawl uu ka xanuunsado ilaa caamiga soomaad uu yidhi adduun la joogana ma aragno akhra lagu ordana lama sheegin buuri aakharu waxa yaalla igu soo orod maaha buuri laakiin adduun la joogana ma aragno waa meel qaxar iyo rafaad iyo dil xaq dara iyo dulan iyo balaaya ka socota aakhara lagu ordana lama sheegin buuri xisaab culus baa taalla marka waxa weeye ninka alla garanayo baa ka cabsada hadii qaala subhanahu wuxuu yidhi markuu aayadda saxaabigu soo gaadhay 40 buu akhriyay aayadda 41 markuu soo gaadhay nabigu wuxuu yidhi xasbuka alaan bas weeye intaa hadda intaa ku daaweey xasbuka alaan intaasaa kugu filan anna igu filan jooji faltafattu ilaa nabigaan milicsada markuu jooji iyidoo ila hadlay faidaa caynaahu nabiga indhihiisibaaba tadrifaani shub mahayo qub mahayo waa nabigu waa ilmaynaya nabigu waa ilmo ooyaya hawsha culayska ee soo socota iyo nabigu la maradi gashanayo ummaddii beenisana ku marakacahaya ayaa nabigu sawirta haadi faltafattu ilayhi nabigaan daymooday faidaa caynaahu tadrifaani wa ayagoo shub mahayo qulqulaya marka fadlul bukaa'i min khashyatillah ayaa ku jira cabsi ilaahay aad ka cabsanayso ama jacayl aad khayrka iyo wanaagga alla agtiisa yaalla aad jeclaysanayso nabi maxamed baa sidaa u ooyey idinku waa laydinka rabaa wey kii cali yidhi cali bin aalib dagaalkii beder aroortii habeenkii aanu gaalada sor fadhiisannay ee waagi ka baryo la isgalay gaalo habeenka asaga ah yaan dadka dhex qaaday buu ruux soo jeeda ma jirin dhammaan waa la jiifay nabi maxamed keligii baa soo jeeda geed hoostii buu taagnaa wuuna sujuudayay marna waa istaagayay isagoo ooyaya xataa asbaxa ilaa waa bariista ilaa oogtu dilaacday buu nabigu tukanayay geed hoostii taagnaa maruu ooyay maruu qur-aan akhriya ahaa marka ninka alla yaqaana haddii ooya ama macaasida iyo xumaantu sameeyey garanaya nin laakiin isagu shaydaan uu xambaarsaday isagoo khariban oo wasaku milqan tahay oo wax walba ka aafaysan yahay buu isla quman yahay bardoodama hayaa wacaan anas ibn malik xadiidka waxaa ku jira oo muhiim jiddan ah masale fiqiga ku jirto in qur-aanka adoo dhagaysanaya ama kuu daaran yahay hadday hawl kale iyo dan kale kugu soo korodho aada iska damin karto tv baad daaran telefoon buu kaaga daaran yahay hawlaha kugu soo kordha inaadan dhagaysanaynin ama la sheekaynayo ama martibaa kuu timid war inaga damiya inaysan dhib lahayn maxaa jira saxaabiga qur-aanka akhrinayay wuu socda nabigu wuxuu yidhi xasbuka marka haddaad rumuud ka taabato oo joojiso maxay la mid tahay xasbukay la mid tahay wax dhiba ma laha qur-aan baa daarana aamusa haddii lays yidhaahdo dadku aamusi ma hayaa
sheeka la wadi marka maxaa roon in la iska damiyo wacdi baa socda maskaxii maan la looma hayo raashin baa loo fadhiyaa rag baa hamuun qoraya leh iyo biyo boob qaba marka maadaama wacdi waa la iska damin karaa taasi ma aha marka xurmad darro waadka hadlahaya aan la xurmaynin qur-aanka aan la xurmayna waa maxay kulo maslaxada iyo danta meesha taalla la qiimayn inta aynu marka fayownahay miirkiinu maankeennu joogo oon qalbiga iyo dhegta siinayna wacdiga iyo qur-aanka socda waa inoo daaraan marka hawlkan ugu soo korodho waa la iska demin karaa wax culaysana ma laha xataa dadra war naga demiya sheekaanu hawl baynu bilaabaynahay war see qur-aanka loo dimi la oran mahayo waa la iska demin karaa masalada fiqigu muhiimka xadiidka ku jirta وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خطب رسول الله رسول الله بقى خطبه اخريه نبي مدوانيه ومحاضريه وانا قد محاضرين انا اما واني وعدي بالله استاغي خطبه وانه ما سمعت انا مقل مثلها يدو كل قط ولقي يعني حق بلاغته سي قد ديرتاي خيل دير كده ميلها تابانيسو سي وانا ايو وخ شيغ اوروريساي خطبه ان ولقي انا مقل مثل مذا اي نبي مالين جيدي فقال وحولي في خطبتي كوير نبي لو تعلمون هذا دوغان لهيدن ما اعلم وحن اوغه ان الله كاوغه يا عقاب كيس عذاب كيس لضحكتم قليلا ان يربط قسل لهيدن ولا بكيتم كثيرا ان بدن نواد اوي لهيدن لماذا دوغي لهيدن قال وحولي الصحابي انا سافغطى اصحاب رسول الله اصحاب النبي محمد بعد دبولي او هاغوغتي وجوه مجال كذب الدبولين وجهي قرسن مرض اسكو قرين ولهم خنين ايغو هين راق له اما غوخ له اما هيم هيم سنيه قد اوين اد اويس اوين درا اد قرنيس اد عبريسو قد كاسو بها خنين كلا يدا المدي با كسو دافي ايو فعلدي اي قيردي اي دمعدي با كسو دافي سما كاسد علنيس عبنيس دوق كاسو بخيا ما صوت كسو بخيا خنين كلا يدا يا ولي بسنقده كسو بخي غنغدا اد مودو إذن أصحاب رسول الله مكونا بقول أنت كويري لما قلبك الحسن وإله جعل وإله علاب كيس كعب صدى وآد يآد نجوم ونكسن بيها هاينا إري هو طابتي أنا وصوت قرب إنه مغلي إنا إن الديرن ما هي أنا قلبي وين أدنتي متفق عليه وسبق بيانه حديث كان عدين تسوي صهر مرت في باب الخوف من قصة مري ورنتي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يوحيلي لا يلج النار عذاب كم مقلو نار تم مقلو رجل نن يعني روح مسمى لوجه ده ننكو واكو هالقب سوي ونقل صوم الرواد شرع عضو أنشح يا أذابت إلى الليسة انت بانطمر كلمان شيكو شيك شوكو ظل محايا إلي وحاكو تيرا قيمة دع وحاكو تيرا حيوو دمر ميلا لغو سوقان لغو سوقا ده وعلاق سريقان ايا يقول اللي حرمين ايا شربتو ده مقعو ده عورو ده يالا إلى الليسة رقو هادي نين بان أركي هذا ترى عليز لما أركايو هوني مالك هيبا لو مخا هوني كسميساي دربا دغتا لا تاغاهايا استورات بي كاتا شرع الله استوره ما اها قورسي يا درابيد ما اها هو هوش الله سعود ان بدنا وايدين تلمامي لا يلج النار نار تمقل رجل ان قف مسلم لو جيدا بكى اوي من خشيه الله اله عبسي درت لوي حتى يعود اللبن الى عانه كلابتان في الضرع عقد لا سوليساي في الضرع عند لغا سو ليساي عانا ديل لغو شوباي او نيف لغا ليسا او ديل سوما اما شيكا كو جيرا اما هان اما ديل لغو شوباي ميا عند لغو علين كرا مايا انا لغو ما علين كرو المستحيل العادي بالا يدا ما استحال عاده وليس مستحيل عقلا عقل ابن ادم كما ديديو عانا لغا سو ليساي نيف اريا ama neef geela ama neef loo laga soo leeyso in dib loogu celiyo candhadi loogu celiyo aqalku ma diidi karo laakin caada ahaan iyo dhaqan ahaan wax suura gal ma hada yusamma al mustahil aadatan caada ahaan iyo dhaqan ahaan ibn aadam wuxuu yaqaano ama arki jiray ma aha bin aadam ruux bin aadam oo duulame yaqaano waa shay aan dhici karin mush macquul wey waa gairu macquul aadam baarima leh oo duul waligeen miyaanu arag maya nin baa duulaa dul ugu waxa la yidhaahdaa diyaarad buu raacay baas dhihi ama waxba lagu xiray labri waxba la isku xiray waa la duulay wada aragteen laakiin aadama sidiisa oo soolama inuu duulo biibo sidii shimbirihi ma dhici karto waa mustahilun aadatan baqan ahaan iyo aadam wuxuu yaqaanama laakiin aqalku ma diiday aqalku wuxuu leeyahay duuli kara wax macquul ah ilaahay baa awood gelin kara waa duuli kara aqalku wax badan buu iska sawiranayaa كانوا كرامك وحلو يقان المستحيل
عادة. طيب حتى يعود اللبن إلى عانه كلابتان في الدرع عن رضا كلابتان لغا سوليسي يا ناسي لغا سوليسي. إذا النبي وحول عليه الصلاة والسلام ننك إلهي عبسدي سوؤويا نار مقالو إنا يؤنوا نار قلنا صورة قل ماءها مرة دعيكة تنوا نار قلوي محايا إلي سيؤسوا دعيكين إن عنده عن لغا سوليسي لغو عشو. ولا يجتمع مكلمان غبار هباس في سبيل الله جدك الله كوكارا ايو ودخان جهنم يا جنب قيقي هذا جد الهي وخد قال انت يا هلقن يا قال يا عدو اذكر عيسي يا مسلمين الدفاع ذي بور يا هباس كوكارا يا قيق جهنم مكلمان الوحي ليين هباس باليه نك تقال مكور وضلوا قيسيبا حبت بن مادن ردين وضدر بالامرتي فري هباس باكاسو غاري بور بني اسك باكاسو غار ادون دغال بد ان غيرين نيدا وناكسن يا عمل خيرك جهادك لا تيمت با الهي نارتا كاغا حرميا هدا مرغا كو داوانت اما لو غو ديلو اما ديبك بان با عمرتو اما دغالبا امده وختر اد لا تيمادنا كبسي فيعان. ولا يجتمع مكلمان غبار هباس يا بور كو غاري في سبيل الله الهي جهادك سي دينك يسا والدفاع عيسى ودخان جهنم جهنم قيق هذا كل ما رواه الترمذي. وقال حديث حسن محل شاهدك وقيب توري رجل بكى من خشية الله نار مقاله هذا هو إلهي إلهي عبسيس وي بابا النار قال هيا دل وحلليها نينك إلهي عبسيس وي خشية كجرتا معصية ودي ليس ونين صالح وآله خيرة نينك إلهي عبسيس وي المين يهريها بين وأن قيمة بدن حبسدو لؤي أي حمان تكهر استايغس أؤدي ديس هذه اللي كان اسكيل ميني أو اسكيل مش العزن تاي حراني حرانا لك لسوء عين وعدا مسلم علمضو ذاك وحيدا ودموع المنافق دمعة منافق ويان ذاك إخبات المنافق وبشر المخبتين وقراك سميدا كوارك سفيان الثوري وحوارك حسن بن صالح بن حي أو تاغن أو ركوع قيام أتاجن لبس ساعة شن ساعة تاجناني أدمودي جيت قطعة تعبض أكتر مقام إبراهيم هذا نور ركوع يا شمره قول لي إذا هاي مكية حرم كتشوف بس كجد جنتي جيت مودان ساعة بحي شو حسول لي أسر ركوع زي هاي وسجود يا رجح وينه فرص لي بعد مودي ساعة فردي بعد مودي بالقلورين شري لأن يرد يعمضي يعلم هذا الرهم مكانك كؤف وأن مبتدع الشيعي وفقيه عالمة زاهد وعابد إلا أنه وشيع زيدية سفيان هوش من عبيها لا تغتروا بسجود حسن ابن حي بوري فإن ذاك فإن خشوعه علو وخشوع منافق إخباط منافق بورنجر ولا دقال مجري وحاول تشيع خروج على الأئمة نوقبي أنه يجب الخروج على الأئمة الجوار نوقبي وأنه لبدا إذن هذه المدى وحاضر بأينا عاسدة إيا حرام تكاهر استاكتو هذا إسكي المردودة هاي ونين إسكهب نقول بقى تومرك آية الله الشيخ في فقده هدونا فيليش النقوين إيا هاو شاهد محيط ها ما في عنا هاو شاهد هاو شاهد ما في عنا هذا إسكي إلالي فقاد مرك حديث مره وحي شيغان انه مستحيل عاده يوحى دليلا عانه وحي دين ولو علين كرا عن دده عان الله ليس اوديل كود كو جيره عن دده ولو علين جيره كرا عان هدي ني جو سبان سي لو ظاهريا هدا شافعيتي ها بيه لو ما درو عان هدي ني جو سبان ايغو هل فوستو غوبلا اما هل فوستا هذه انتمام فوز تقدر حتى ظاهر منه عند الشافعي بيها مركب لبضيه يقولتين لجارسية لقبل ظاهر نقطة سوق مقرن إنسان لكن عانى نجازوبي قيلي بعد كسر لستي نروي بعد كركي سجيل كوتشوا فوز توينو يا كادي بقى قاعد ليك بقى كود عاي نجازة كود عاي سيلو ظاهرية شافعي واحد دهين عانى سيكون لو ما ظاهرين كريه وحلو قصمين حولي بقى العبسين لوردي بياهان مركي عبانو يكدر قانو كليوه فضان يا هطان لقل لسي بيده مركي بات فانده والله قل لسي ورونتو ظاهر بنغونية
عني هذا النجاسة ده الحلا وديك تيسيد أنت درك أوجب بحسية قبالة أي كدر جيل هذا ندور ساعك ده يكون جد لدينا تكلم يستي ظاهر بس بدلية يا هذا عبي ويانا والله مريرين هي مرير بلا قلت لقلت دالي بيها لو ديدي بيها لو ديدي لأرورين معي مرقي ويان بيو ايغا انا عبي دور كدي بلا قلت مالب هدون الجازوب سيلو ظهر يابي دين شافعي ما تقول لدي شنيد بالوردي شنيد قردي دي بالوردي لو سيد مالب ويعوني ويتقي ماشي قلين ويوضي كدي من كادن با ظاهرة كي هورنا محوها نجاس إذا نواد فانتين بيانت المستحيل عاداتنا المستحيل عقلا وكلا دوي وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكبح المركة لا يلج النار رجل بكى من خشية الله يا أنت كدن بيسيا لا يجتمع غبار في سبيل ودخان جهنم ومن حديث الوعد جابوه يوحوا الله بلن قالوا وناغوا خيرا وهي وحن قصهم من كتب العقائد هدو إلهي وناك هو بلن قادو وناد جنة قشاء إن لغو تشنية وحا شرطية إن أن لا إيمانين وناك قال لغو بلن قادو وحا بابئية وهذا يدمت هبلو بقولكم بان مانتا كسينية هداد هو يدا سفعان ورد قانتو بقولكم ايقا ديار لكن ما مدى بعد يدكوتو متاوله هذي شين كسين ما هي وأروك إلى هذا شنت الصلاة والجماعة كتك ثم أنت وحقيقة ديارة هل مليون دولار هل وقت هاي هم إنه سنجيرين هدول أي مدن واقع ديار بلنقات كرب وكو بلنقات قيمها بدن أدوها بإن هكو ديلين هكو عيارين حمان كلي آفك لو كودي دخير كاس هلا إيمانوي مرك كل وعد في كتاب الله وسنة رسوله شرطه انتفاء الوعيد بالليل هذا انتفاء الوعيد وين هذا اضوء افك علي بيرج باس اذن صوت داقن تد بير باس صوت داقدو هذا اسكغت انت وخلو بلن قاد وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعه تضب يذلهم الله اله بحريا في ذله هوسك يوم لا ذل الا ذله ما لن هوسك ربي مويون هوسك لا اوسن جيرين حديثك وين سو مري في فضل الحب في الله بانك سو مرا اسكو سدان كدير مركه وين اسك ودرينا ان شاء الله تعالى مثل كوبادي إمام وي عادل ومسؤول قرصور عادلة إمام عندها علم حلقة وضع باتفاق المسلمين وأحد والبوم مسلم مسلمين تحلوا هيا هيا راضها بدناه حلكوا أنتوا دون هالأك إمام وي ومسؤول عادل قرصور رح هذا عد عندها لذا وأنا إيه حال هين إيه حال وأنا هين إمامك عدي ونقول صوم الرئ وأحد كفولية إلهي أوامر تيسا حماهنا كل هذا شيء والبنى دقا ميشو لها من غير إفراط ولا تفريط متقلبات وشاب وانين دلن يرو نشا كبر باري في عبادة الله تعالى إلهي عباديس ودلن يرو دلن يرم عقوبة قبدعة بود بودك سر مسيكتين هولها ساكوبة شرع كتومتك بردودنك دقن حمادة يا دلن يرو كوبة نين دلن يرو هدي الله الدين كتو حسن وأهل خيرة وعباد الرب كبر باركون وين هذي أسمى ربي سبحانه وتعالى ما لنك قيام حارنا يوم لا ذل إلا ذله خوسك سوسيني نين كسد حد ورجل ويقلبه قلب يسو ونه يسو معلق وحلق حري وحوج عليها بالمساجد هما كنت كذو أما كم مقنا مسجد كين جاي مسجد كي إنه دح شو جوج عليها إنه كنت كذو جوج عليها كو قرآن خستو جوج عليها قوبه رنبه جوج عليها قليها لقف في شيء كبودي ما قل يا مود لو قنينه مساجد فق برنامج بوديه وراس كدح مايا حقينا جي ما دح فدي كرو بلا يا عنيس يا عنا هي عروت الشيطان با عنيس ام ملي يا قلب او جيرا درك هو سيسا لا يابا ورجل ورجل وين وين متك صدحات قلبه وروح مسلم وقلبه معلق لو خري بالمساجد هذو كبح وقوسو نقدا والنبي يقول عليه الصلاة والسلام هذا كبحه وقصه الله بنية هذا الدم بنان هو قاره وصول الله بنية مساعدك تعلي هاي وقوبه وقف فد بدنا هم نبي يقول عليه الصلاة والسلام قوبه وحا أشر بدن سوقة وحان أخير بدن قوبها مساجد إله اللي قعابده
midka afraad warajulana tahaba fi llahi iyo laba qof oo ilaahay dirti isu jeclaaday tahaba fi llahi rajulani laba nin laba shakhsi laba muslim oo tahaba fi llah ilaahay dirti isku jeclaaday ijtamaca ku kulmay calayhi cala lxubi bay ku kulmahayaan watafaraqa way ku kala tagen calayhi cala lxub hadday wada joogaanna jacaylkii ilaahay dirti ah bay isku wada joogayaan dhaqan wanaagsan isu turid ahalnimo bay ku wada joogayaan hadday kala tagaanna waa iska warqabaan mid walba kalu isu hiloobayaa niyadu ku haya waa usoo ducaynaya warajulun kasashanaad waa nin dacad uu u yeedhay imraatun haweenay daatu mansabin magac u saaxiba iyo wa jamaalin qurux dhag iyo dhabanba way leedahay wey dhag iyo dhaban yaa mansab wa jamaal haweenay quruxsan xagganna sumcadu wanaagsan iyo nasab wanaagsan iyo abtur wanaagsan ka soo jeeda ayaa u yeelatay markaa zinayna ku cusatay wey faqaala wuxuu uhi inii akhaafu allah ilaahay baan ka baqaya dadka ina arkaya ma aha waa lay maqli ma aha waad igu ceebobi ma aha uur baad igu qaadi ma aha ama hadhow isheegtaa ma aha waa maxay he ilaahay dirti ilaahay cabsadi inii akhaafu allah ilaahay baan ka cabsanayaa yidhi waa la weyna xurmeeyey xumaantiina ka sarreegtay taasna ilaahay hooskiisu maalinka qiyaamada la gubanayo ee quruxda dhakada laiska saaro ayuu geynaya hooskii ilaahay hooskiisii buu geynaya midka shanaad mise waa kii lixaad kan lixaad wa rajulun way midka lixaad tasadaqa la baxay bisadaqatin zaku la baxay sadaquu la baxay shay khayruu la baxay fa akhfaaha sadaqadii wuxuu wuu qariyey aadami buu ka qariyey halagaa sheegayo hala warka danka ma laha ilaahay dirtiiba oo la baxaaya carada rabbi ha kaa qaboojisuu leeyahay maalinka qiyaamad u baxsatid buu leeyahay dembigeeda ha lagu dhaafuu leeyahay wa rajulun way tasadaqa la baxay bisadaqatin sadaqa la baxay fa akhfaaha qariyey ummadi ka qariyey xataa laa taclama ilaa aysan ogaanin shimaaluhu bidixdiisu maa tunfiqu yamiinuhu waxay midigtiisu bixinayso waa dhaweyd baa nin ii sheekeeyey reeslia nin iska miskiin oo meelahan ka xoogsado ahaa oo iska tagsiila ah nin buu baabuur u waday suu waa darawal baabuurka nin baa iska leh wixii maalinka uu soo shaqeeyaa la kala goostaa haweenay uu qabay baa umashay ilmihii baa lagu qalay dhakhtar culus oo kharash badan oo imtixaana oo ay soomaalidu yaqaanaan reesli oo hadda aanan magac dhabaynin ee gabadha ku umashay markay dhowr iyo toban beri ku jirtay mise labaatan iyo dhowr beri ku jirtay baa la yidhi biilkii galabta weeye gabadhu waa diyaar ilmeheduna waa diyaar waad la bixi kartaa lacagtaana keen lacagtaana keen 500,000 lacag ka badan ninku aad iyo aad walbahaarsan oo meeluu u socday meeluu ka socday garanayn 20,000 buu asagu maalinkaa wataa uu ku soo talagalay 20,000 oo shilin 500,000 waa la yidhi ahal iyo tol iyo raxim iyo aqriiban midna u jooga Nairobina ma jiro asagoo si waali ah ku sugan buu ka soo degay sallaankii bannaanka u soo baxay nin reesli oo ganacsada ka hor yimid walwaran dhibkaasaa i haysto yidhi maxaa kaa qaldan sidaa iyo sidaa ilaahay ku fuday uu daba maray gabadhii lambarkii baa loo sheegay biilkii buu shubay lacagtoo dhan buu bixiyey axadna ayaa looma sheegi karo ku yidhi ninkii islii buu soo aaday wuu wareegay 20,000 buu 20 kale kusoo darsaday 40 buu leeyahay wuxuu yidhi baabuurkii sharcigiisina waaka gabadhii ilmahana isiiya 40 iga sii haya 460 kalena waa soo yaryarayn hayaa maxaa la yidhi waxba lagaama rabee gabadhaada la baxa 40-kaadana he waxaad ka dhigataa gabadha ha ku mulbaxdo ninkii farax dartii buu meesha ku dhacay wuu qaadan waayey ilaa aminkan ninkii ma ogo lacagta ciddii ka shubtay ilaa aminkan axadka lacagta ka shubay ma ogo markuu warkii dayn waayey war lacagta waa la baxashay oo nin baa kaa bixiyey iska tag lacagtii laga bixiyey wuu ogyahay oo la kaashgareeyey axad bixiyeyna ilaa yowmina hada ma ogo ninkii bixiyeyna waa nin la yaqaano wuu joogaa idan taasoo kale waa ta lagu janno gale hooskii ilaahay lagu harsado 5,000 oo shilin baad noo dhiibaysaa markaasaad bannaanka la istaagaysaa mee soconaysaa usha iyada wadaadkan shan u dhiibay halkaasaa ku sii sheegi waxaadna rabtaa hee
inaad hooska ilaahay ku harsato barbaasho miyay socon baasha ka daaya xoolahan kulli waa bax ahaayaan ilaa idin siiyey si gubannimaa ood ku janna gashaan ood ilaahay hoos isku harsatan u bixiya inta waa kaftan waxaad isiisaan culays kama qabo laakiin cudur aad qabtaan baan idin sheegayaa waxaa leen maamahay waa nimay ku timid iyo nimay ku taallo warka ma taqaanaa sidaasoo kale la doonayaa sidaasoo kale la doonaya waxyaabaha ku anfaca ee hadhow marka dhibaato ku qabsato oo diiqad iyo kurbo ku qabsato oo xaalad kugu adkaato oo culays aad qaadi weydo kugu yimaado acmaasha lagu tawasulo ilaah lagu baryay ka mid tahay ilaahu maalinkaasi ninkan muslimka kurbada haddaan oga fayd adiga darta allow iga fayd baa la yidhahdaa may kaa faydmaysaa idinka soo maray saddexdii wadaada dhagax ku fadhiistay maxay ku tawasuleen camal saalix ay la yimaadeen salafku wuxuu odhan jireen laabudda an takuuna cinda arrajuli khabi'atu min camalin saalix ruuxa muslimku waxaa la rabaa camal wanaagsan oo u qarsoon oo isaga iyo rabbigii islog inuu u jiro oo maalinkii kugu adkaato ilaahayow hawsha haddaan dartaa u sameeyey maanta kurbad iga fay maanta marti baan ku culayskaasi iga dhe waxaa adib haduu daalcan yahay oo waxaa oo dhan buu maqshuuf yahay oo online iska tahay adugu maxaad hadhow u baxsan waxaad bixinaysaan si fiican oo la baxa ورجل ويك تضبادي ذكر الله خاليا إلهي حصوص تأسو كلجي ذكر الله إلهي بحصوص تي إلهي وين كيسة ونا كيسة خير كيسة عقابتي عليس كيدا خاليا كلجي عندنا اسم تصهيو ففاض عينه إنه سبا شمي ويل ميوي خاليا ومعي مركز ذكر نحتوكت مرة بدن إلما كائمان ومد فوق فوق لانس كقضا ينكرتاو waxa weey halagu tusay halagu arkay ka noqon karta halaga sheegay ka noqon karta laakiin keliga oo qol ku soo xiran ama meel cid cirsal a jooga xusuus rabbiga iyo culays iyo dambi aad gashay ka xumaantii aad ku xumaantaa dad u oydo carshiga ilaahay hooskiisa aad harsanaysa maxalu shaahidka uu keenay sheekhu xabaabkuna waa qaybta u dambaysay warajul dakara allaha khaaliyan fafaadat caynahu muttafaqun calayh وعن عبد الله بن الشخير ابن عوف بن كعب رضي الله تعالى عنه قال وإن صومر حديدك وإن صومر وذكرنا إنسان باب كأيدي شيخ باب فض الحب في الله والحث عليه بأن يكون صومر حديدك صدح بغض ذواتني له وعن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال صحابي قال أتيت رسول الله رسول كله بنو إمد وهو يصلي أسوق التكنية ولجوفه نبي قبق سيبير كسنة وحاوة هذه أزيز قوح إن راق كأزيز المرجلي dhirigu siduu u guuxo kale aziizun guux weeye waa codka iyo shanqadha calooshaada iyo feeraha saableyda ka shanqadha ayaa aziizka la yidhaahdaa markaad oohinta isku celiso feeraha iyo saableyda oo dhan baa ku shanqadhaya waad hinraagaysaa guux baa baxaaya yusallii tukanayaan sooma yaan nabiga yaan u tegay buu wali jawfihi ay wali sadrihi laabtiisana waxa uu ahaa أزيز قوح إيو دوق إيو هنراك كأزيز المرجلي سيدا درقو كالي دوق يسو كلا ميال بكاي أوهن درت أوهن اسكو علنا يصبون عليه الصلاة والسلام أيو سابلدي سلق قوح يسي حديث صحيح رواه أبو داود وحديث صحيحة أو السقن وي أبو داود باورشي ترمدي في الشمائل بإسناد صحيح رواية أبو داود أيضا وحي أهيد ماشا أتيت رأيت رسول الله رسول كلاه بان أركي يصلي أسوغو تكنية وفي صدره ماشي ولجوفها أيد رواية أبو داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى كأزيز كأزيز الرحى قابك هو عبري قابك أبو داود باك أقر حسن رواية أبو داود نبي محمد تكنية أنا أركي أولا ابتيسي فريس وكشكي يريان قوحة shiidahoo kale shiidaha ma taqaanaan marka haweenku ay shiidayaan masigada baalka ay wareejinaya ee hinraaga gariiriidaasoo garmaysaa midkaasaa lee raxa la yidhaahdaa guuxaasa nabiga fariisa iyo sableysi ka baxay min albuka lafdiga abu daud sidaasuu ahaa nabiy llah maxamed calayhi salaatu wasalaam oo dembigiisa hore iyo kii dambe wala dhaafay oo yaqiin tahay nabigu asagoo nool inuu janno gala yahay nabi lcadaaba ma jire oo waxa dhab oo nabigu haystaba jirin baa ilaahay subxaanahu wa tacaala jaciluu jecelihii la ooyaya
شوقا إليه جعل ربي جعله فرح بلوه صدرت علي هذا اللي انت المدى فرحا ويقبوده هاي مدى عبسنا ويقول شيبا الليل هذا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب نبي حكول أبي بن كعب الأنزار وحكول رضي الله تعالى عنه إن الله ألويني عز وجل أمرني وحوي فري أن أقرأ عليك إن أنك أخذ الأخرية لم يكن الذين كفروا سورة البينة أنك أخذ الأخرية إلهي بأن إفري أبي بن كعب أي النبي أيمد نبي أقول حال الله إفرنا سورة أخذ الأخرية. قال أبي وحويري وسماني لك لك ويلا سعوتا مسلم البخاري إمامك وحي أوقو يمقرنين أما نصدق قاركوت بيكاد عذيئون وسماني لك بوري إلهي ما إيكا مقعابي نبي الله أفرس لكت درينك أبي بن كعب نبي الله إلهي باكفرين هذا دولة سورة البينة ها ميو إيكا مقعابي بوري معايا لفتك البخاري عذيئ وحوها هل نص علي باسمي نبي الله إلهي ميو مقع دبي أبي بن كعب قد الأخر ميو يجري أو قال مثلا ربك وحلوك يجري اقرأ على واحد من أصحابك فاخترتني أنت إلهي موحلوك يجري أحد كمل صحابة هذا ويرو سورة البينة قد الأخر ميو يجري ومركز النبي أنا إلى الدورة تري أبي بابك وقود أبي وكالي مس إلهي با إمك عدبي والله بكلم مسلي أو أدي أكل الدوان تاي. طيب قال النبي حول نعم إلهي باكم مقع عابي أنا كم الدوران أبي بن كعب قد الأخر بالليل فبكى أبي أبي واء المي متفق عليه هو المينية فرح هدي أدوان كان أبي بن كعب إلهي لغو شيئي وقال له وينه أمك عدبي وإلهي أصو قاضي وهو الله مرقامه والله بيرقه وحق ودعكتم عبسوء ويبادع كرته انت سحبيبا تشوك محادي القوم ماغي يقول عذر القبتات تريتون لقاد دوين هي أوران كرا عذر نبي قرائس لقاد دوين هي أشيري كرا عبسنا ووئي كرا هين فرحنا ووئي كرا متفقون عليه. وفي رواية فجعل أبي يبكي أبي حق ذكر لأنه أوي المين أيه رواية البخاري رواية كالوحيد الله سماك لي وسماني لك ما شاهد الله سماني لك ما إله بأيك مقعابي نعم رواية كالوحيد قد ذكرت عند رب العالمين ما إله أكتيس الله يقول شيء قال نعم فذرفت عيناه لو يسير نوض بشرب مي سبب كالله ود الأخري أبي بن كعب صورة سورة البينة علمه اسكم عن دافين سابقوا ابن كثير شيخ في تفسيره بأغرون وابن كعب من عالم وقران كي يقانو أها السيد الصحابة دور قراءة اسكو قبطي قران كنت تطبق قراءة لقصة دكي أما تطبق وجبة لقصة دكي كلها شاف كاف قراءة كيف ربطنا صحابة نيو البقاء بو أخرن هاي ايغو اسواب صنم معناها الفاظ اسكلا اقدو ده هاي وقراءتك أتقنها يا طبعاً كأبا يسوس قال إياه أما سبعة مشهورة دبا يسوس قال إياه أيو كير وريري أبي بن كعب حو قلب يسبا وسواس قال إياه حديث كم عنها تلمام إياه وهذا أنا ويس صحيحيان وهذا أنا حكم مرم بيك كيانان شو بهذا كتي من أبي بن كعب بل قد داوين إياه ساسا سورة البينة اللي وضر طيب من كثير هذا الزو نبنا وحيد هذا ما إيه وأنك كتبت القرآن كأوي قانني لفتركيزه وحال الربائين نبي قاب القرآن كأخنه أبو دريمه ما كذا القرآن كموقت هذا أبو برتو سن كدير تاجيزه وعزل هذا هاي يا كل مدة نبي يقول جسد الدشي عرب كيسونو كده جيزته أو مقله نالفتركيزه وامن قبك عليه وحنا والله جسح هيا نحلوه إنه سيجوني والله ربنا وده دايرة سيدنا من نقطه سورة بين وسورة علوس قيبت هروح على جهة الله النبي محمد إيه الرسالة ديسة إيه كتابك القرآن كأي حق النبي ديسة وحال جهة الله قيبت هروح مشرك قال هذا إلى يكون كفر ذي أما هل كتابة أما مشركين قيبت دم بوحال جهة الله النبي والبو إله يكون كفر يمشي كل دم بين دونه يعبد سدم بي إيه النبي والبو الله رحمة يو أو إله الرسول كسرعة مشي كل دم بين وناق يمعل كدم بين آخر يجنه وصورة علوسه أصول الدين ودم بالغصو كوبي من بداية إلى نهايتها
يا للرومين يا للراعي كتابك حق نمديسة نينك أنت اللقى هلو حق يقدم المال وناكسن أنت نينك دي حق يقدم المال حن أهل كتاب كان الله نوشي لأن حتى أبي وحال الشيء قبل إسلامه إنه قليها أهل كتاب يهود أدواء وحبضنا وكيقا الدين كذا قليها مشركين تا إذا دو كرلاتي عربيت إيه أهل كتاب كاهرية الدين تدى التقاني إيه وحرم بقرب نجاسة وينار بالغقور هذي كتاب ربك كتنطان كبودا أنت صدنا هديها قاقانا جنة إليهين ميزانك هو ميزان دينية ما ميزان نصب إيه قبيل يقوش منا ما يعملك وصورة علو الصلاة والنبي وعود الأخرين وبينا فرح باللؤي أما عبسي باللؤي لبضوا بواهم حي وكو جنة قليا وهو من أهل الجنة ويقتهم وبينا لك عم هوشيس وعنه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وحوري أنس قال أبو بكر أبو بكر بقى لعمر وحكيري لبدوا وايه للمسلمين أبو بكر يا عمر ولبدوا وايه للمسلمين والله بدك قرب النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قربك يسميك أبو بكر قربك بحينا عمر عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين والنبي أجد والمحدث المحدث الملهم والنبي عليه الصلاة والسلام وحانكو الرياضي أنا عانا عبية وحانكو الرياضي أبو بكر إيهب إي عمر وذام الشبية ريك الصو والنبي يقول يدو عمر أبو بكر وكف السرو حق علمك يوم مضى نعفي كذا واحتر كذا والنبي يقول فدري جري ها عمر الخطاب هل مر إيمانك لميزامي أو أبو بكر حقبة يوم مضى نك حقبة موي علمك يا سياسة يا عدالة يوم مضى كلا واحتر كذا عمر ولا مبركو ده حال كيسان ما انتهى سنة إنا تاريخ ذي الدين كوكت جي يسوع عنا ذا مي على أمن كلا درا قال هذا دراسيسة سياسة عمر أخرية دتك النوع عاسها الدين كنا دقيد ذيها نبي محمد جعل كسي قربي زيها قل يا الصوماليات با إله يقول دوان إنا عاين عمر يا أبو بكر كورما إله يقول دوان يا إنا الدوران قيد هن لبق قال بيهاين لبق منافق بيهاين خيانة قرسن هيين نبي محمد بيه خائمين توك بيهاي قولوا قد بما يسال الإسلام قال لهم قرسن منافقين بيهاين قل يوم صوماليات باك ولا كوا الرما صومالي ويسور دافت أنا قرهم علم كوك هم بلا لا بس لا يدا سوق الله تكتب باش نمر رهم علم الله بتاعهم برهم على سوق الرما إذا سمع ما تقول إذا وآفوا أبو بكر وعمر نعاي رم على الماء لأنه واقال رم على المسلمين بانكو أغي تسيدا ما أبو بكر وعمر دينته ذو الروح الدورة ليس بمسلم وحواجبا مالك استوء وشوق إن لقد له ورنضف إن لقد له ورنضف ما تغنى ورنضفت وحاوي بقول ويلو بقول قويس كلاين هالمر ورنكو كل مياه ودي قاد المال له رعان واي يلو رعان وهو شيء دمعين أدلان قريش النبي يقول أدلان أبدا وحيابا لك وضع صعون كراتي الله صعودا ونسك وضع القادان كروا لكن هذه أب دين تانا دي أب تركايق ميشو قلي يبال هو شكب اللوضان هين وذلك معوري ننك معوري خاين قا نقول بصور دافتي معوري ماني يواسك نوص عطاب ماني يواسك نوص عطاب ننك نقول بنتو صور دافي أبو بكر ين يا عمر دريه يوصعدا نبي محمد عليه الصلاه والسلام بين يلسو شيخ عاش وكاذبا عاش هي دنبيس وكاد هو يدين نيوان كاسي مسلمين معها ريم علي معها صومالي معها هي 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 قالوي جيسواوي وحا واجب انك اودا ميشو كو اركو انو قول حبك غليو على شو ذبرنا أنكو قديكو إسكا إلالية هاوشة هفوضة يسننا هاوشة هول فوضة معها كفتن بيدن الله تهاي كروي كسكسون رهم عن لهيب البازاير هيب البالي هذا وروحة إسكا إلالية معها إمان كاريرك صومالي معها هذا قول معاني نيكي قالك صومالي معها صومالي بقول كيف بقول سبحانه سكوكا مسلمين نيكي قالوا بصومالي معها هاي شكت يهود بنا هاي يجد هذا عن هاي مجوس إيران يفارس بناي مشودن هقلو
suuq lagu malaha qadiyada iska ilaaliyo hooyadan caayisha ayadu muranba malaha ninkii wax ka sheegay inuu gaaliyay aayad quraan ka hadasho suuradan baa lagaga hadlaa usheeda ninka dura ee diinteeda dura wuxuu ilaahay ka bariyeele ku dura muslim maaha hadda laakiin abubakar iyo cumar baa yaan caawa ka hadlaay yaan la fudaysanin yaan been lagu difaacin yaan la soo dhaweysanin ummadda ha looga digo odayaashii aad ka dhalatay ninkii wax ka sheegay bixi maysaan maanta odhan hebel aabay wax ka sheegay nin laakiin u danqanaya maanta idinkuma jira abubakar iyo cumar baa wax laga sheegay bal aniga hadda indhaha cadayn baad ila yaabantihiin wali wadaadka maxaa ka maqan saana waxaa rabtaa inaad ku janno ku gashaa awlidii ilaahay iyo culummadii muslimiinta iyo nebi maxamed labadiisii saaxiib baana agtiina lagu cunahayaa kana diiri maysaan kana danqan maysaan saana waxaa ku doonaysaa inaad janno ku dhuflaysaan ma iskeenaysaa abadan abadan maxamed muslima ayaa maalin isagoo waayeel waxaa laga sheekeeyey kacab ninkii ii sheeg shaydaankii kacab bin ashraf ee intuu nebi maxamed saxaabada dhibay nabigu wuu ninkaa la soo dilo oo kii unug yar baa loo diray oo ahlu khayra oo la soo miijiyey oo la soo usduugay warkiisa waa cadaaday gaalii carabna waa cabsatay khilaafadii sayidina abubakar baa dhammaatay cumar baa dhammaaday cuhmaan baa tegay caliyi baa tegay khilaafadii sayidina mucaawiya xilligiisi yaa maxamed slo waayeel ah oo meel fadhiyo mucaawiye iyo ciidan badan meesha kaaga dhow yihiin baa nin wuxuu yidhi anu ninka waxaan umaya ubay ibnu kacab waagi minka la dilahayay cafwan kacab bin ashraf waagi la dilahayay xoog khayaana lagu dilay waa la gaaday dhagar baa ku jirta meesha iyada wuxuu yidhi maxamed maslam wuxuu nebi maxaa amarkiisa lagu dilay dil ka wanaagsanana ma jirin mucaawiye saaxiibadii oo maad ka hashan hawshan iyada ah anu waayeel baa tabar ma haye ninkan maad qabataan ninkaa dhiiggiisu waa banaanaday gaalkii la dilay dilkiisiibu wuxuu leeyay waa xuguu dhagar iyo waxaa ahayd hawlaan fiicnayn waa la aamus waxaa le waa inagadaa nin xun weeye ballan wuxuu ku qaaday wuxuu yidhi haddaan maanta see fahin lahaa buu ihi ilaahay baan ku dhaartay inuu madaxaadu kugu ooleen wuu iska baxay maalinka dambaa maxamed masoo waayo loo socday iyo ninkii kuraygii eebta daraabaa iska hor yimid intuu lugta qabso bur oogu waday oo ogu waday yuu miidnoola kaga tegay dowladdana waa la cabsa waxaa le maxamed maslam hadduu gacan qaaday naga daayaa lagu dhawaanina dowladdii baa ku dhici weyday inay ninka asugu laakiin bur buu ku lafa bixiyey maxaa yeel kolba iimaankaada he baa danqataa shimbir walba waxay dhihin soomaaliya codkeed bay cidaas ummadda mise maa nin walba intuu diin iyo iimaan leeyahay buu ka danqadaa waxyeelada diimeed saxaabadii nabiga iyo aalkiisa calayhi salaatu wasalaam. Qaala Abubakr Cumar wuxuu ku yidhi bacda wafaati rasuulillah rasuulka intuu geeriyooday kadib intaliq bina xadiidkan waynu soo marray 306 raqamka inuu ku soo marray baabu ziyaarati alkhayr baynu ku soo maray wuu sheegi doonaa imaamku marka waan dareerin horaan baad soo marteen intaliq bina ina keen ilaa umma ayman inoo keen baraka binti thaclaba la odhan jiray magaceeda tarjamada umma ayman oo faahfaahsanna meeshaasaan ku soo sheegay dib oogu laabta kama sayati waxaa layidhi sheekhay u darantahay kamaa sabaqana ardaygay u darantahay warkaasoo kala fahmaysaan kamaa sayati sheekha laga rabaa waxaa iman doona kitaabka ku imanta isagoo inuu ka warhayo oo u sheego kamaa sabaqana ardayga u daranto ardayga waxaa la arday fariid ah oo cashirkiisa mudaalaceeyo oo soo raacda oo bilow ilaa dhammaad ka warqaba indhaha kalaayo inuu noqdo laakiin qoliyiina hadda kitaabka riyaadka saaday looga kacaba xafiisaha ku tuuranhay habeenka lasoo fadhiistana la soo baxahaya kamaa sabaqa ma garan hayaan intaliq bina ilaa ummi aymi inoo keen nazuurha qoliyaan saaxiibana baan ku gadaal xoorahaya marka iyaguna way isfahmahaya intaliq bina ina keen ilaa ummi ayman xaggeeda inoo keen nazuurha aan booqanne aan soo booqanay oo ahlu khayr nabigu jeclaa calayhi salaatu wasalaam nabiga soo korisay ayuu daciifa waa ku jira ummu ayman ummi bacda ummi ummu ayman waa hooyaday marka laga tago tii dhashay buu nabigu odhan jiray aad buu u jeclaa ayaduna ilmay dhashayba nabigu u canaanan jirtay markay waxooga baahan tahay nabiguna aad buu u xurmayn jiray calayhi salaatu wasalaam kamaa kaana rasuululahi sal ala slam yazuuraha suu nabigu u booqan jiray aan u booqanay inaa kee
فلما انتهيا إليها مركي قارين قبردي أم أيمن أتقين بكت وبرورتي فقال لها وحيكوية هذين ما يبكيك حاكا أوهن يا أم أيمن أما تعلمين أما تعلمين موادا أغين أن ما عند الله تعالى إلهي وحأكتسه خير يواناك خير لرسول الله سبحانه أرهن يواناك سنياي أدونك نبي أنه جوك الرفاض ودلبك دوغيد وكوكبه سمعوا قدنا يقول أن تقيريد وقريد وإلهي أكتسه أتقين وأكو سيد محل لؤيس أنت سيقول قاتلين إني هو يدين أم أيمن لؤيس قال وحيت لما أبكي أم أويه لأن أكون عفوا ما أبكي أمي ألا أكون إن أنا أهين أعلم مدعك أن ما عند الله خير لرسول الله إن أنا أغين نبي إفي آخر آخر إنه هو أنا أكسنت إن أنا أغين أم أويه يجري لكن وحن أويه ولكني أبكي وحن لؤيه بيجري أن الوحي قرآن كدقي يوحي السعودي يا ملائكتي من الله أخبارتك كينيس النبي هو الرميس قد انقطع من السماء عرقك كقاي حريرك النقي عرقك كالقاني هذا الكتوس كأها من الله كإيماني ملك جبريل سومرني النبي إيماني باقاي فهيجتهما وحيكوك عيسي فهيجتهما وحيكوك عيسي على البكاء وهم بيكو حنبارتي وركطالة يكو أورتي فجعله وحيكو قالين يبكيان معها إن اللؤية ويقدرين ويقدر رواه مسلم إذن وشوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا يتعيل وحي السعودي قرآن كدقي رواه مسلم وقد سبق وحكسه مري في باب الزيارة وقد سبق ونصور من حديثك عفوا في باب زيارة أهل الخير بكسه مري ومؤيما ترجمة ذي هوله يدين الكاسن وكسه الشيكيني وعالي بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حول السحابة لما اشتد مركو الدر هذا برسول رسولك لا يقدر هذا واجعه حنون كيسي حنون كن نبي قول أنت حنون كجيري هذا قول أنت ما كن نبي قو أتكاد كقدر هذا إلا أنبياء إيو رسول شا حنون كقباني كنا وكحوك بدن يه أشد الناس بلان الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أتقرنيس قن طلب الرابعة ولا بتشبعر أنبياء قبته ما يشود يكون مدير الله رفاه إسا أجر بدن بين كه الأيام قيل وحال قيل له في الصلاة صلاة دبالة قالها الله نبي وحنون كي وودن تمرك اللي جاره ونبي وسوق عواي مسلمين وتجين واي وسبح واي عنون درتي والله وكو استاج واي يا نبي قال قال نبي الله يا نتجين يا صلاة إمام يا نون قني قيل له في الصلاة أي تكلم الناس معه في أمر الصلاة نبي الله صلاة بل كتلي يا نتجين يا نتجين فقال وحول مرو فرع أبا بكر وحد فرتان فليصلي بالناس ذكاة تجي أبو بكر أشيغ نبي وحوكو يلأمد تجي نبي وقوت المامية أشيغ حرق وحاقبان أنا ما كان حجابته أبو بكر بأشيغ فقال عائشة وحيد جري هواني عقل بدن أي أهيد وعلمي بدن إلى بعض سلب أي هذين ضمر كمسلمين تا علمي قدر دن إيا علمي عائشة هذين لبك كفد الله صاره كعائشة بدن لها وحيث إن أبا بكر نبي الله أبا بكر أبيه ذا الرجل وان رقيق قلب شلعسن ننقول ويو أو دربو أنتي المدعي صور نافي إذا قرأ القرآن قرآن كادود دريريو آخريو غلبه البكاء غلبه البكاء وهم باكا غايب نغانو كاعت كان اسمع لنكرو ويجن وحي شاكتي وتري حديث لكو شاكتي وحانا كبقى يجري إن مسلمين تو أي شريستان أبا بكر نبي قيش على المسلمين تو هرستاق يسير ربين بوسك النبي روحي سو استاغا عكوي كان محابه الي ان ابا عربي ال غادان كبقيت لي او لا توران با مركه وحي ربت ان النبي سياسه يسوي هوني عقل بين النبي محمد يا كلب بدايسو ابو بكر النبي هو شامه يلن هدي فقال سبن حور وركا كبخه ايه مروه فليصلي النبي هو الكفق بو توغن يا صلاه امام كده مسلمين تو دنب النبي و نول احد كتوجيه لو امني ايا سياساتودن لو امنيا وي يا مملكوده صدرت انت ادون قمنا مسلمين تنك وا قوم بدن او عقل بدن او علم بدن او سياسه وناكسن با اشو قبن هي ساسن كوبد باده هي الخلاف الراشد سدا صحيح صدن سنه سدا كسوت اغي دنب وحي نقوتي لوقتن هي نين والبكو قادم مقشيت وفي رواية عائشة وحاكوي من قال وحيث قلت إن أبا بكر نبي الله أبا بكر إذا قام مقامك ملك استاغ بوس كذي محراب كذي استاغ جرتي لم يسمع الناس ضدك القرآن كان مقشين ما هي قراءة من البكاء وهن درتيت
إكدا أو نن كلام شكى متفق عليه. إذن صحوا أيها أبو بكر وأهم بنا رقق قلب واعها لكن علا ظاهر كهيدا أي شيء كتي مصلحة كلي كهوس قرصنة يسي أو مركا أي وناك أي وركيس نبغون وكفها وكدي ذي إن كنا صواحب يوسف كجير صواحب يوسف عفوا. وعن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه سمر ما ينكر عشرك أنا أنت يرتا أنجارسي أن عبد الرحمن بن عوف الزهري صحابي قاس من مالقبين وها وتقرن إذا زقون هل هي سنن أو دقاق أو سوق حي أو مهاجر مدينة يمين دلوني على سوق وكي سوق يتوزع دلال بو بلابي صالح واتم بو بلابي وحر بولي من هلا تمرة إن يرو الذهب واجد محون نقضي مالقبين إله أبركي أتي وحلوك أنا بطعام الرشيم بالوك أنا هل مالين بوحوك أنا تضبات رتؤه رم بوهي عايش هدي أوك أنا تضبات رتي أبوح وحصارا بديعو در دوني وحلا حدو وحلا عبو يوك أنا مالين كلا بقول إلا بات رتي أوك أنا وركاس يصير النبي محمد بايش يجي نبي حوله أنا وهدان دين تون كتر دونك dadka idiidan qan doona idin dhaqaaleyn doona waa dad khaas ah dadku magacaabo ka mid ah nabiga abd alrahman ba ka mid ah in ka warqabi doona caayisha wali ruuxo ma sheegi nabigu wuu yaqaan dadkiisa uu kala garanaya wadaadku xirtiisa uu kala yaqaan waalidku carruurtiisa uu kala yaqaan waalidku inta carruur badan saa u fiiriyo mid aad leedahay waa shaydaan buu dhig kan unba anay dhaxli doona buu dhig furtu ku mid ah yaa uu garanaya marka aad buu dhaqaaleyn hooyadan iyo ummahaatu muuminiin uga warqabi jirin nin deeq sana waa ahaa سو نول بنبو جنة وقول بشار وذكرنا إذن أتي النبي وحلوك يعني عبد الرحمن بطعام من راشين أفرى لوك يري وكان صائم وانا صومنا سقو الصومن وقبل خد عيب الراشين أفرى لوك يعني فقال وحيد عبد الرحمن بن عوف قتل مصعب بن عمير بالدي لي يوم أحد بالدي وذكرنا إذن ما نقول عد بالدي لي وهو خير منا سواء خير بدن من السابقين الأولين بعبد مصعب بن عمير وحكى صومر وحيد وذكرنا إذن wuxuu dib ka soo maray wuxuu diinta ka soo maray markii yaman loo diray madiina hawshu ka sameeyay nin aad u khayr badan oo deeqsiya oo geesiya oo caalim oo faqih ah soo yar baan la diray ninki diinii loo rajay abdullah ibn qutayba oo quraash oo mushriga aba dilay asagoo nabi maxamed nabigu aad ugu eka nabigu aad ugu eka lama kala garan jiray waa lagu shabeey jiray nabi maxamed baa dishay buu dilay maalinka uxud gaasoo nabigu baan dilay rasuulki maxamed waan dilay bishaareysta والمصعب بادي شالي إن كارك وقول عادي ميل درن بالغو وضاي وهو خير من الناس سوق إيه خير بدن سوق إيه خير بدن با يلا دلي بمصعب بن عمير فلم يوجد له لو مهل بوري ما يكفن في وحلو كفن أو لغو أسطور ما كل حبالي إلا برد معوس موية معوس أما قو قو أم برابرها لي يقول يهم مصيدة يحدن زمي داري كاسة بردها لي دادا قوي الترقال كالورنج ريقيل قوي رابسيش قلتورن حرين تنين أتكا كاسا بردها ليلة هذا ومرة مرة يرعلوس الدين لما قد بني قوة دار لا ليلة هذا بردده إن أقول لكن بردها دل شيء صومالي معوس بسكيلي معوس تنا تواجر بيلين ومعوس نقولي هي منين تيحدان يفرن مارت يعني جوهان تا صبرة وين سوي قد بني قوة دار ما لها تاسنا ولا ليلة هذا إذا أقول لك معوس إنه متصور يكسنه قران قراوي إنه قطية هذه اللي قد بقوله بها معاوستي أمقية رأس مدحي سلقوا الدبولة بدد وحام موقنيس الرجلاه لبس الدماء موقني ما كل حبالي إنك مصعب بن عمير أحد لقد لي وأنا خير بضنا كفن باللو يا أبو عبد الرحمن عوف مرير بالله هلي هدي قار كور لقد صار وجهي سلقوا أسطوري قار كهوري أدمها يلقوها موقني هدي هوس لوجهي دو قار كدن بالله صار وجهي سي مدحي سبا موقني حديثك قيبتي وكتك إيماء وشيخ صوق أبو صدي نبي حول عليه الصلاة والسلام قارك هو ركسارة ووتي جيسي قارك هو ركقرية إلى عورضة أنت لو يها يكهو سيسي يلقوها الدنبانة عوص إذخر ليد هذا وما ديني يباشر ربضة لورنج رؤوك بالنبي وكو أسطوري إذخر ليد هذا وكو أسطوري وإن غطي هذه اللي قد بولا بها رجلاه ولا بدأ أدن هذه اللي قصاري اللي قد دنبانة بدا راس مد حساب مقاني حديثك وحكت امامك وقوي وقتل حمزته هو خير مني حمزنا والد لمصعب بس ماين حمزه سنه احد لو قتل
أسوأ خير بدن سدوا كلا قبستي هل مرأ الله هلي حمزة ولي مرأ ذاسي ومرأ النبي وسيء وحكم مويين ولا شيء صفية وحيكة الله بك فون أذق رعسن صفية عبد الله باك أنت الله بك فون أذق رعسن مركز مكي الله كأنتي والنبي وكقى هذي تكعليه إني ولا لك أراك تقاب كي يوتش الجويين ودل وجويين وقول عيارين كفار قريش من النبي قدي ذي وعليه لا بدهم مرو يونبي قدر عينه كوكفو أديرك حمزة ولا شيء بنا كأنتي ويددي حمزة ولا شيء والنبي محمد يددي حفص بيض قرن إنسان عبد الله بن الزبير هم هو يدي مركو النبي قدر حوار كني أنصار وقرب يالله واسنا الشهيد وأنصاريا واسنا أن كفن الله هاي مرير يمروين بوا كفن يري كفن وين بآية نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا علي يا الزبير رقي ما يشجع وحي واتش هذا محانو صمينا تن حمزة كفنه أنصاري كم تيكره قول ما دروي هدان هدا كفن كيرسين أنصاري كوين أنصارنا مقر حسنا معانو صمينا لو قرطورو كفن كوين وحو قرطورو أقول دعي أنصاري كي رأي هاف كهانا حمزة إذن كفن كي حمزة وقاري وكي يرى أنصاري مرض وكو في اللطي والله حبالي تيبو كهالله يا صحابي هل كان معاوس بالله لا أستكون في اللان ودي قار كورا لقى صار قار كذا من عاوس بالله أستور لبضة الصحابي وحصوصتي لبضة بحق فضلها أصدق كخير عبد الرحمن بكخير بدن لكن هؤلاء كي كجو ناس حق هل جن كي هؤلاء سك في عناين أصدق مركو وأسلول لقى هي تواضع بيكتها هاي أما من حيث حق فضلها أصدق كخير بدن لكن نينك مسلم كذا وحدا نصمين أما هؤلاء من كصبحين كصبح وحده ويقف في عيا أظن ملك كجورة سبع محاكدم بي عبد الرحمن والدبكة يرفض كي الدنيا رانت فقرها محاكدم بي يكفلانت محاكدم بي ثم بسط لنا وحنلوف في ذيبر من الدنيا الدنيا الحق هذا ما بسط وحنلوف في الشيء هو مس قال وحيدي أعطينا من الدنيا دنيا وحنلقسي ما أعطينا وإحنا لسوء جدا قد خشينا وحنو كبغني بوري أن تكون إنا أهاتو حسناتنا وناك يعمل كأنني بدي جهاد كنبي محمد أنقرب تاقنين عجل الله أن لو سور مريب قال هذا وحي وناك يسمى أدونك القصية وحي وناك آدم التران أدونك لو سور مريا وعمل كبغي بوري إيمانك إيا التوحيدك إيا هلقنك أنني محمد أنت قرب تاقنين با إن ثوابك سي أجرك سي أدونك لو سور مرشي ثم جعل وحي قدقل يبكي إنه أوي حتى تركت يا أفرك وكتبي ما بأفر مالكاس سوءي بأفرك كتبي ما أفرن رواه البخاري يعني النعمة دي هذا وكتشره يوحى حوله وهيستو يواناقة يراشينك الله صوري انتو دنيا هاي يا صحابة دي وإليه قابك كل انتين سيدا كفن لغوهي قحرك الرفات كأدون يريد بحسوست روح مركو إيمان كتر وحى قرطاء وحسوسته إذنكو حذكلي إذن كابر عن كابر وصنكب التاقي سامبا كما هنقم ميزان حتى لباطن سنة كهر إن قول كير إلا أفرطا متيرا لباطن روح أدكو سيحان ترتي وصيد عرورتي كليش كأثرها السارين ترتي رفات كأثوم مرتي وحان عزوز دا قاري سلوج روح سور لافو جام كسوق قاري إنو حبسن تري مدو إيا سواحيلي قلوم بآقن دقنا هود إيا إلا مجع إيا باهيد با إيه أنت عيرت السكيس كييو قارس اللوج بتكون يسنج رتين نر لما هي سنين لوني متشرين لقالة في عن متشرين هذا أنت كبرتين مساجد واوين مول واوين الدنيا سال دين كوسي داي كمان ما نقيسان نبط حوله عافمات ترن يا أولاد ويجا إنك هالحبها ما أنت لبطن روح بق يا قرب تنا سقوط علي عروت ضليبا شقين يسو بيل بوسو هيا با ميل فوق محبت كدون يسام واحد كان يكسو مرتين يسلي با قرنيسا تاكو حانو حسوس تاد سوالا هيا او قلب كمركي كي ما دام ملو حكو برتان كوب كشاها كلا قوستو كلا شبطة انت يطمن شلم وايا شن شلم شاه ونا شن شلم بوها واقع يدا شن شلم كوب كشاها ما انت مريا بقولك يكونتن كأوير تلو سكوب محاله عشان شيل هذا وعشان شيل ما قالنا أفر لواكوا بنضل لواكوا فاروق أنا كينا هيه لواكوا بشاه ولا صعته
laba koob faaruq gabdhaha suuq ka shaqaysay shahana koobka faaruq way nacbaayeen way jirta ara garay rag hadda fadhiya kamida wada iswaalahay waxba farta ku fiiq maayo allahna asturo nicmada ilaha laga mahadnaqo yaryaraysi malaha وعن ابي امامه الباهلي سدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحولي ليس شيء شيء مجر احب الى الله الهي وكجعل يحي شيء ربي كجعل يحي مجر حق على لو جعل وحا دين اسكا سوماليه ليس شيء احب الى الله الله وحو كجعل يحي مجر تعالى كره من قطرتين لبا دبعود لبا دبعود الهي وحو كجعل يحي مجر اي واثرين لبراد لبراد يا لبا دبع وحو ربي كجعل يحي مجر وإجمال بنبي قصة ما ينيا ونا تفصيل دونا تكو بادي قطرة دموع عند الترمذي قطرة من دموع إلا تنوين من لقليا كتمت لفظة الترمذي أن نكو أرقني هذا لك مشوا كو أنت قطرة دموع لبع إلمات إلين كاتمة لبع ذات ما هي نقرم عفوا قطرة دموع قطرة دموع قطرة دموع ما هي ودبع ذات قبؤة كاسو دعيسو إلين كاسو دعضي كاسو دعضي من خشية الله إلهي عبسيدي كاكتمن إلهي دبع دبع كتشعل ما تروي بيك استو دعضي زي وحك استو دبع صار بيك كتشعل يح يا وقطرة دم دبع ديجة تهراق ولا دعضيو في سبيل الله جد كه لقاك دعضيو دبع ديجة أديك كاد دعاتا وقال وكاد دعات شو أما قال راعين كاد دعات شو راوعك جاره إلهي وحك كتشعل ما تروي حي علومه قطرات الدموع دنا ولا جمعيه مد ديغنا ولا افراديو لما جمعنين لماذا لان قطره الدم خير وافضل عند الله من قطره الدموع دبي ديغو كاتما دجسك لاي كاتما ايا كخير بدن دبي فر بدن او علم او كاتما الى عبس كاتما اسكو مدو لبدود ادو دعان با كايمد اي علم با كاتمد نينك ديغ با كايمن قبيا لما ميزامي كرو لكن الله لبدو واجعليه تهرق ولا داديو في سبيل الله داديو اما ادو كدادي اما ها لغا داشه لبد اجر بد كليسا لبد وي قيمه بديه صدرت وحايد ايدي علمون وي ليهين ذنب اله لغا غلو بعد الشرك والكفر وحا اوو درن ديق حضره لغا داديو قال لي ما دباديد ذنب اله لغا غلو ربي لغا فغد وحا اوو خلص اوو خير درن اوو كل اوو عذاب كل هي ديق حضره لغا داديو بعد التوحيد والإيمان وحاقو خير بدن هين ديق إله درت الله داديو ديق والله بأفلي وشل يشل مرنا شنة تقلي مرنا نار بدكو تقيسا وسلاح ذو حدي لبدا واد فهنتين وأما الآثران لبدا رات ثم إلهي وتعليها فآثر في سبيل الله وآثرات جدك إلهي كقارة تعالى آثر جراحة أو بلادة وي فأثر راد وهي في سبيل الله يكون جرا أو جراحة أو غبار بيسلف كده هنا وداوع كوجاري أو كام مغضة نبر باكو جيال شد كده باكو جاري سر سرين باكو كطالة لف باكو شبان لد باكو شيحان راد باكام مغضة شد كذا وإلى هدرت كوجاري جاري أما هباسي بورد باكام مغضة إلى جد كوجاري جاري يو أثر راد كلابات راد وهي في فريضة من فرائض الله تعالى راد كو غارو كام مقدو وي استان كام مقدو كو غاري صلاه بدون الله تمد زكاه بدون بخينيسي صدقه بدون ديبيسي فريضه من فرائض الله وواجب من واجبات حجك اد غدنيسي صلاه رفاد كام مقرب واجعليا صلاه اد تكنيسي سجود كام مقته لغه كو جخجخمي غمه كو دلاعي اي قبوغا اي سوجيد درتي كو غاري وارد رب جعليا رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي الباب بابك وحكو جرى احاديث كثيره احاديث ضربا كتمت بابك الهي درتي ان لو يفدغيسا احاديث ضربا كتمت كثيره وفرب منها وحكمده حديث العرباد المصاريه كمده اتصوم مرتين قال وحر العرباد وعدنا رسول الله رسول الله النوانيين موعظه وانو وجلت اي روحتي القلوب ودنه هي قلوب تبا قلقشو روحتي منها من الموعده وذرفت اي شبنطوق القشي منها العيون ان دون اي علميه وعد علوس وقلبي ولقل قشو دنقضي اشن اي لا علميه سو دلقضي اي النبي ونوانيي
وقد سبق واسور محديد كان دير علبان مساري وكسور مري في باب النهي عن البدع وكسور مري باب كستي تمند ويه. والله سبحانه وتعالى أعلم.